هاي. تاريخ المخدّة بيعود لحوالي 7000 سنة قبل الميلاد، لما كانت من الأغراض الفاخرة الخاصة بالأغنياء وكانت مصنوعة من الحجار، والنساء كانوا أول مين استعملها خلال الولادة، لهيك كانت محصورة فيهم وبيعتبرها رجال رمز للضعف. المصريين القدامى كانوا يستعينوا بالمخدات لرفع راسهم ومنع الحشرات من الزحف على مناخيرهم وعلى دينيرهم. 10% من وزن المخدة هو من العرق، خلايا البشرة الميتة والغبرة، لهيك لازم يتم غسيل المخدة مرة كل 6 شهور واستبدالها كل 2 إذا كانت مصنوعة من البوليستر، وكل 5 إذا كانت مصنوعة من الصوف أو من الريش. مين قال إنه رقم القياس العالمي لمعركة ويسيدات كسروا 7681 مشارك بمينيسوتا بالولايات المتحدة بأيار 2018؟ أنا قال. شوفكم بكرة.